Type of
ions، فبالتالي مع نفس الدايركشن لكن opposite type of ions، يبقى في الحل زي دي بتطلع لنا الكلام ده قلنا المره اللي فاتت. واضح؟ لو نحط ده في مخيلتنا ونبتدي نتكلم على الventricular repolarization، قصه طويله ما كانتش سهله تتحل ابدا، وقعدوا يسجلوا فيها ويعلموا فيها at least for 10 years. ما كانتش سهله ابدا يوصلوا للقوانين بتاعتها، لانها فيها something كانت محتاجه investigation فيها. لما هم يفكروا في الventricular repolarization، حطوا في دماغهم الاول ان بما ان الديبولاريزيشن بالشكل ده، يبقى لوجيكالي لو زي ما بنتكلم على الاتريا، يبقى هتطلع it is supposed ان الريبولاريزيشن هتطلع نفس الشكل بس نيجاتيف لتحت، لانها المفروض انها في نفس الاتجاه زي ما حكينا عن الاتريا. واضح؟ يبقى كان مفروض تبقى كده وتبقى دول بوزيتيف، يبقى دول نيجاتيف، زي ما كانت دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، اهي دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، نتيجه انها دي ماشيه كده وفي الفنتريكلز ماشيه كده، عكس الكلام حبه كده وحبه كده، لكن في المحاصره في الاخر it is opposite in electrical or in bioelectrical. واضح الكلام ده؟ ده الكلام اللي كان متوقع. الطفل بقى يدرسه، طب ليه ده اللي احنا متوقعينه ما بيحصلش؟ يعني بمعنى اخر، ده ميجر للبوزيتيف وده ميجر للنيجاتيف. خلاص تمام، نبتدي نشوف ايه الفاكتس اللي عندنا اللي غيرت هذه الصوره، رغم انها نظريا حسب الكلام اللي فات يتطبق على الفنتركل بحذافيره زي ما اتطبق على الاتر، لان احنا بنتكلم بطريقه علميه، ليه نطبق هنا كلام ونطبق هنا كلام؟ واضح؟ يبقى لازم يتطبق نفس الكلام، لكن لما نيجي نعلله ونلاقيه مختلف يبقى لازم في اسباب جوه. افكركم بحاجه، كلكم عارفين انه الفنتركلز لما بنتكلم عليها الاتر الفنتركلر ديبولاريزيشن بتمشي من الاندوكارديوم للابيكارديوم، اندوكارديوم للابيكارديوم، من اندوكارديوم للابيكارديوم. ده كلام متفقين عليه، لانه الامباكس بتنزل كده، ومن البركينجي فايبر بتمشي من ناحيه الاندوكارديوم للبريكارديوم. زي القاعده المعروفه في اي حاجه في الدنيا، لما بتيجي حاجه تشتغل بتدي لها اوردر تشتغل، فهنا الامباكس اللي جايه لها جايه لها من ناحيه الاندوكارديوم بتقول لها اشتغل، فبالتالي بيحصل الديبولاريزيشن من هنا لهنا عشان الماسل دي تكونتراكت وتجو انتو سيستول. تمام؟ هطول في الحته دي عشان عايزها تتعمق في دماغكم كويس. طيب لو جينا نشوف الكلام ده في الفنتريكل، هنلاقي ان الفنتريكل لازم ندرسه مش على انه حته ماس كده وخلاص، لا، ندرسه على انه مجموعه من اللايرز طبقات جوه بعضها، مش كده ولا ايه؟ ده اللوجيك. وان كانوا وحده واحده لكنهم مجموعه فايبرز ضخمه جوه بعضها، فبالتالي يبقى ده يمثل الكافيتي وده يمثل الفايبرز اللي فورم ذا فنتريكل. تمام؟ حسب الكلام ده هو، يبقى انا بالطريقه دي الفايبرز الاوتر موست بتضغط لجوه، واللي جواها بتضغط، واللي جواها بتضغط، واللي جواها بتضغط. واحد منكم شريفني برسمها اكتر ليه؟ خد بالك معايا من الفكره البسيطه المعروفه، لو في اربع اشخاص بيزقوا هنا مش جنب بعض وانما ورا بعض، يبقى الاولاني بيزق بقوه لكن اللي وراه بيزق لو بقوه قده، يبقى كان الاولاني اللي جوه ده هو مضغوط عليه بقوه ثانيه تغلب قوته، واللي وراه بيزق بنفس القوه، لكن بما انه دلوقتي يبقى اللي جواني ده كانه بيزق بثلاث قوه، والرابع كانه بيزق بقوه واحده لكن القوه الداخليه خالص كانها بتزق عليه 1 2 3 4، فالقوه الداخليه بتاعت الانر جروب تعتبر مالتيبلاي. عشان تتخيلها كلكم فاكرين وشفتوا في العالم كله لما بيجي مجموعه من الناس يزقوا باب معين عاوزين يخشوا الاستاد بالقوه مثلا، ها كلهم بيزقوا والبشر زي بعضهم، لكن مين اللي بيموت ويتخنق؟ اللي هما جنب الباب. كلهم بيضغطوا، وده بيضغط بقوه، اللي جواه بيضغط بقوتين، والثالث الاولاني كانه بيضغط على الثلاث قوه فوقيه، ها فبيتزنق بينه وبين الباب عشان يزق، فبيتخنق يموت. The same logic in the ventricular myocardium. لو انا جيت بصيت للكلام ده هو، بما ان دي بتزق القوه ودي بتزق القوه ودي بتزق القوه المحصله بتاعتي اكبر لانها بتساعدها، يبقى انا عند الليفل الاولاني قوه واحد لكن عند الليفل الثاني كانها قوتين وثلاثه واربعه. What does it mean؟ It means انه بما ان الفنتريكولار مايوكارديوم بيضغط بالطريقه دي،
حاجة انتوا عارفينها من الأول، إن الميكارديوم وهو بيشتغل بياخد سبلاي من البلاد ولا ما بياخدش؟ مش قلنا كورونيز؟ وهل هو بياخد بلاد من الكافيتي اللي جوه؟ ولا حاجة من الكافيتي؟ أمال بياخد منين؟ من الكورونيز. والكورونيز دي عبارة عن فيسلز بتيجي من بره وتخترق تخش لجوه عشان تسبلاي. فيبقى أثناء السيستول أو الكونتراكشن الكورونري فيسلز اللي داخلة بيضغط عليها بالمسل فايبر، يبقى during systole proper the ventricular fiber doesn't take any blood. بيضغط على الكورونري، ولما بيضغط على الكورونري يبقى البلاد اللي جواها كأنه مش رايح. يبقى لما تبقى تريلاكس يبقى الكورونري دخل البلاد يفوق الventricular fiber، يقول لها خدي الانرجي اللي انت استهلكتيها during contraction من غير البلاد، من الانرجي اللي مخزونة عندك. تمام؟ يبقى during systole البلاد مش شغال. مين اكتر واحد ما بياخدش بلاد؟ الموست انرجي، لان هو اللي بيضغط عليه اكتر اكتر اكتر. فالفايبرز الانترنال خالص، الفايبرز اللي فيها بتضغط على الكورونري فيسلز خالص، فتبقى هي اكتر واحده مخنوقه. عشان كده اللي جنب الباب هم اللي بيموتوا مخنوقين، مش وصل لهم اكسجين. اللي براهم وصل لهم شويه، اللي بره اللي بره واضح. فالموست انترنال فايبرز ار مور اسكيميك، مش كده؟ طيب ايه علاقه ده؟ ركزوا معايا في الحته اللي جايه. لما باجي ادي اوردر لاي كاردياك ماسل او اي ماسل في الدنيا او اي حاجه، بدي الاوردر يعني بقوله اشتغل، لكن ما بقولوش استريح. هو اللي بيستريح بعد ما اشتغل. زي السكريتال ماسل تدي لها اوردر الكونتراكت تبطل، هي ريلاكس. مفيش امبلس ثانيه تقول لها ريلاكس، مش كده ولا ايه؟ فالفنتريكولار ماسلز دول جالهم الامبلس الونج بيركينجي بتقول لها يعني ستول اوف كونتراكشن. لما تبطل الامباكت يبقى الفنتريكولار ماسل هتريلاكس لوحدها، مش كده؟ لما تريلاكس مين يريلاكس اسرع؟ اللي بره، لان عندها انرجي تجيلها تفوقها، انما اللي جواها تفوق متاخر عنها. اللي جواها تفوق متاخر عنها، والموست انترنال عبال ما تفوق تاخد وقت اطول. يبقى مين يريبولارايز الاول؟ اللي بره، وبعدين يريبولارايز اللي جواها، وبعدين يريبولارايز اللي جواها، وبعدين يريبولارايز اللي جواها. يبقى مش زي الديبولاريزيشن ماشيه من جوه لبره، لا ده الريبولاريزيشن ماشيه يبقى اتعكس في الاتجاه. واضح الفكره دي كده؟ الرسمه دي هتوضح لكم ما يحدث. ويبقى بالطريقه دي مور سنترال فايبر مور اسكيميك، وبالتالي ريكفر ليتر اند ريبولارايز ليتر. هتريبولارايز في الاخر، يبقى اللي تريبولارايز اللي بره ثم اللي جواها ثم اللي جواها ثم اللي جواها. يبقى نتيجه ده الكلام ده الرسمه ده، يبقى الريبولاريزيشن ماشيه فروم اوتسايد تو انسايد، وليس زي الديبولاريزيشن من انسايد للاوتسايد. يبقى حسب الكلام ده يبقى الفنتريكولار ريبولاريزيشن قانونها ما يمشيش زي الاتريال، يمشي في نوع الكهرباء لكن في الاتجاه العكس. عكس، لانها صحيح ريبولاريزيشن يعني ايونز موفمنت ما اختلفتش، بس بتبتدي بالعكس من بره لجوه، يبقى هيتغير الاتجاه. واضح الكلام؟ بما انه اتغير الاتجاه يبقى حسب الكلام ده اهو الفنتريكولار ريبولاريزيشن اللي كان المفروض تبقى كده حسب الكلام بتاع الاتريا اللي احنا طبقناه من دي من شويه، يبقى مش هيكون كده. الريبولاريزيشن مش هتبقى كده وانما هتبقى كده. الريبولاريزيشن مش هتبقى في الاتجاه ده جنرالي وانما هتبقى في الاتجاه ده جنرالي. يبقى بالطريقه دي ريفرس ريبولاريزيشن ان دايركشن، وبالتالي يبقى مش هتبقى كده وانما تبقى كده. دي اول قاعده وصلنا، تبقى بوزيتيف وليست نيجاتيف زي الاتريا. ليه؟ للكلام اللي احنا قلناه. واضح يا شباب؟ واضح الكلام يا شباب لغايه دلوقتي؟ طيب دي اول حاجه. These majorly positive بقى بالشكل ده، رغم انها متوقع انها تبقى majorly negative. طيب تعالوا كلام تاني لازم يدخل في الموضوع. هل الهارت الريبولاريزيشن بيجي الاوردر على الكونتاكتنج سيستم؟ قلنا ان الاوردر بتاع الريبولاريزيشن بيروح على الكونتاكشن سيستم، لكن الاوردر اوف ريبولاريزيشن بيجي على الكونتاكشن سيستم ولا كل واحد بيريبولاريز براحته عبال ما يفوق من السيستول بتاعته؟ يبقى مفيش كونتاكشن سيستم بيدي اوردر بالريبولاريزيشن، يبقى مفيش السؤال ده. هل في كونتاكشن سيستم شغال في الريبولاريزيشن؟ لا، يبقى مفيش. يبقى السؤال الثاني، هل الكونتاكشن في المايكارديوم نفسه لما تبتدي الريبولاريزيشن لازم
ندخل في الموضوع. هل الـ Heart Repolarization بيجي الـ Order على Conducting System؟ مش قلنا أن الـ Order بتاع Repolarization بيروح على Conducting System؟ لكن الـ Order of Repolarization بيجي على Conducting System؟ ولا كل واحد بيريبولايز براحته عبال ما يفوق من السيستول بتاعته؟ يبقى مفيش Conducting System بيدي Order بالريبولايزيشن. يبقى مفيش السؤال ده، هل في Conducting System شغال في الريبولايزيشن؟ لا، يبقى مفيش. يبقى السؤال الثاني، هل الكونتاكشن في المايكارديوم نفسه لما تبتدي الريبولاريزيشن من هنا توصل لهنا توصل لهنا توصل لهنا، هل بنفس السرعه زي ما كانت الامباكت بتمشي كده من الاندوكارديوم للفاركنجي؟ لا، هتبقى اقل. يبقى ما كمان ما هوش فاصل. لا، الامباكت بتيجي من البريفري دي بتمشي وتمشي وتمشي، تبقى تمشي سلو. يبقى بقى عندي دلوقتي القاعدتين دول نتيجتهم يطبق ان الريبولاريزيشن على سلو مايكارديوم يبقى هتبقى بوزيتيف زي ما قلنا فوق، بس بتاخد وقت طويل. زي لو قاعد الكلام اللي بيدوروا عليه، ليه هي كده؟ هل في قانون مختلف؟ هل عالم مختلف؟ هل لغايه ما وصلوا للتعليمات العلميه دي وهي ثابته علميا دلوقتي واثبتت وفيري لوجيك اند نوت ايماجينري؟ فيري لوجيك اند نوت ايماجينري. فبالتالي ده بيشرح ليه الفنتريكولار ريبولاريزيشن ما هياش كده ولا هياش كده، وانما كده يبقى بوزيتيف زي دي لانها في الاتجاه العكسي، ووايد كده اهو لانه في سلو مايكارديوم اند نوت كونداكتنج سيستم هو اللي بيوصل لها الاوردر انها ريبولاريز بتريبولاريز براحتها. واضح؟ فبالتالي يبقى بالطريقه دي يبقى انا عندي سلو اند بوزيتيف، خلاص فهمناها ايه السبب. اظن واضح ان دي عكس دي تماما. ها، شايف الديوريشن سمول ان الديوريشن دي، اربط ما بين الاثنين تفهم ليه دي بوزيتيف وليه دي بوزيتيف، فقط عشان ما فيش الريبولايزيشن في دي. نجمع التسجيلات كلها ونفهمها. احنا من الاول خالص لما سجلنا الكارديا الكتريستي على بعضها، تمام، رسمنا الرسمه دي اول واحده وقلناها مختلفه عن المايوكارديا الفايبر الواحد، فاكرين الكلام، وانه بنسجل بتطلع مجموعه ويف، وكنا بدانا ندرس ويف ويف، ودي هي الويف المشهوره بتاعه الاتريال ديبولايزيشن، صح؟ مفيش خلاف فيها. والويف دي شايفين كده عامله ازاي؟ ايه السبب ده؟ الفنتريكولار ديبولايزيشن، صح؟ اللي ماشي سيبتال بوث فنتريكلز بوسترو بيزال بارت اوف لابت فنتريكلز. لكن انا رسم حاجه هنا، ها، مش عشان تلخبطكم، انما عشان توضح لكم الصوره، لانه في الوقت ده هو في نفس الوقت بتكون الاتريال ديبولايزيشن حادثه، بس مين اللي الكهرباء اقوى؟ الفنتريكولار. نمره واحد. نمره اثنين، لو تتكلم عليها بلاش بالاقوى والاضعف، لو تتكلم عليها مش دايما احنا نتكلم على الحكايه دي، احنا شايفين ايه؟ احنا شايفين ده كده وكده. طب ما هو الفنتريكولار كده والاتريال وراها مستخبيه مش باين، بتحصل في نفس الوقت كانها وراها. هتشوف مين؟ هتشوف اللي قدام ولا اللي ورا؟ شوف اللي ورا لو كان اكبر، لكن اللي ورا لو كان اصغر يبقى مش باين. فهو اللي بيحصل ان انت بتسجل الفنتريكولار والاتريال ريبولاريزيشن يعتبر في نفس الوقت، تمام، بس لان دي هي الميجور وهي البروميننت وهي الاقوى، تمام، فهي دي اللي بتتسجل ودي ما بتتسجلش. واحد يقول لي هو احنا بنتكلم على صور والكلام ده، كلمني بالواقع. اقول لك تعالى هشرحها لك مره واحده. مش الامبلس بعد ما بتنزل من الاتريوم بتوصل للفنتريكل، ولما بتوصل للفنتريكل بالايفي باوند بتخلي الفنتريكل يشتغل كده، بعد الاتريوم لما بيعمل كده بيعمل ريبولايزيشن، تمام، مش كده؟ فدول بيحصلوا الاثنين في وقت واحد. عارفين لو في ديزيز حصل ان الايفي نود والايفي باوند اللي بتنزل الامبلس اللي هنا دي اتاخرت، يبقى الفنتريكل هيبقى هنا ولا هيبقى هنا؟ هيبقى بعدها بشويه. فلما بيبقى بعدها بشويه بتتسجل الاتريال ديبولايزيشن ثم الاتريال ريبولايزيشن ثم الفنتريكولار ديبولايزيشن، يبقى كلام صح. لا، مش متسجله عشان وقت فوق بعضها، لكن لو انت سحبت دي شويه بعيد عنها تبان اللي وراها. فبتتزاح ازاي؟ في بعض الديزيز بيحصل ان الامبلس اللي هنا لما بتنزل تروح للفنتريكل الايفي نود والايفي باند لو حصل فيها انجري يبقى الامبلس مش هتجيبوه. عرفوه؟ لكن مش هيبتدي بقى يقول لك الزنج الاي سي جي، يقول لك اتريال ديبولايزيشن زي
او اي منظر تبص له من اتجاه واحد. مش انا قلت لكم اتعلموا ان الدنيا بص لها باكتر من منظر، مش لازم من فكرتك لوحدك. اه نفس الكلام لما جم بصوا للهار بالطريقه دي من هنا لهنا، قال لك يبقى المنظر ده ما بيدينيش صوره واضحه، ببص له باكتر من منظر. فبداوا يعملوا ادي ريكورد الهار اهو، بيشوفوه يبان من هنا ازاي، ورجعوا يبصوا له من هنا بريكورد تاني يشوفوه باين ازاي، لان بالطريقه دي انا شايف الهارت من الاتجاه ده اكتر لكن مش شايفه من الناحيه دي، عايز اشوفه من الناحيه دي، ابص له من الناحيه دي بريكورد تاني، وابص له من الناحيه دي بريكورد تالت، مش كده؟ فعملوا بقى ايه؟ توصيلات جديده، بدل رايت لفت رايت لفت رايت اند سو اون، فتسجيلات اخرى هتتعلموها بعد كده، بس فهمتوا الفكره مبنيه على ايه؟ واضح. برضه نفرض ان انا بصيت كده وكده وكده ومش كفايه. المتخصص دايما عنده عينه تحليليه وفاحصه، مش بيبص بمناظر عامه، لا قال لك الهارت ده وهو كده بصيت له من هنا ومن هنا ومن هنا، ده اداني صوره عامه للهارت، انا عايز اشوفه بالتفصيل، عايز اخش على الفنتريكل وامحصه على الهارت، راح عاملين ريكوردز ثانيه بيجوا على الهارت اللي هو جوه الشاست ده كده، ويروح حاطط ريكورد الكترود هنا والكترود هنا والكترود هنا والكترود هنا والكترود هنا، حاطط الكترود كده عشان كانه بيبص للهارت من الحته دي ومن الحته دي ومن الحته دي، كانه بيلف حوالين الهارت. مش بيبص له من هنا وبص له من هنا وبص له من هنا، لا ده بيلف حوالين الفنتريكل لو عايز ياخد فكره عن الفنتريكل. اخترعوا بعد كده حاجات جديده الطف واقوى وغيره. الهارت اللي انت شايفه ده، فاكرين زمان لما كانوا بيتكلموا عن القمر كل حاجه يبصوا له من قدام، مش عارفين الواجب المظلم فيه ايه، ما عرفوش لما لف وراه عشان يشوفوه. كان كلها اكسبكتيشن، لكن الوش الضغط ده مش شايفينه، مش بعد حاجه لفت وراه، اه احنا عندنا حاجه تلف وراه سهله جدا. بيجوا على شخص لو عاوزين يشوفوا الباك بتاع الهارت كويس بالتفصيل يبلعوه الكترود، السوفيجيال الكترود بالاسوفيجاس يبلع وينزل تحت لغايه طول معين يبقى بقى ورا الهارت، يروح مسجل الكهرباء من الحته دي يبقى ده الباك اوف الهارت. فاذا مفيش في العلم حاجه مستحيله ولا صعبه ما دام عندك رؤيه تفصيليه وازاي توصل لها علميا. اظن انا شرحت لكم الفكره بما يكفي، ان وان كان الريكورد ده للتبسيط مفهوم لكنه محتاج تعمق اكتر في ريكوردز ثانيه. دول بنسميهم لين بليدز كده، دول الثلاثه دول بنسميهم لين بليد. في بعد كده تشيست بليدز على التشيست عشان تلف حول الهارت، في اسوفجيال بليد، في بوستيريور بليد لو مش قادرين نبلع وعايزين ناخد فكره وخلاص بيحطوا الكترود على الباك اوف ذا هارت، زي ما بيحطوا قدام يحطوا باك على الفيدرال كولوم من برا من ورا، الفيدرال كولوم من برا من ورا، السكين اوفر ذا فيدرال كولوم عشان يسجل الكهرباء وهي متشافه من الخلف لو مش عارفين يعملوا السوفيجيال الكترود. فاذا انا ده ببسط الموضوع عشان تفهموا تقروا عنه ازاي وتفهموا القواعد بتاعته ايه. واضح يا شباب؟ فده الالكتروكارديوجرام. الدقيقة الثانية أو الثالثة اللي عايز أتكلم فيها بعد ما عرفنا الريكوردز وأشكالها وأسمائها، إن عندي دايما ده يمثل الأتريوم، صح؟ لو طلع كبير كده يبقى معناها إن الأتريوم دي فيها مصل زيادة، صح؟ مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ لو أنا قست بقى من أول هنا لغاية هنا يبقى ده الوقت اللي بتاخده الكهرباء وتبقى ماشية من الأتريوم لغاية ما توصل للفنتري، صح؟ لو لقيت الديوريشن من هنا لهنا دي بدل ما هي من هنا لهنا كيو ار اس دي باديه هنا كيو ار اس، يبقى الديوريشن دي طويله، معناها ان الكونتاكشن في الاي في نود والاي في بامبل بطيئه شويه. الكوبري او الطريق او الجسم اللي عامله ما بين الاتريا والفنتريكل عشان يوصل الفنتريكل فيه ديزيز، فبيخلي الامباكت وهي ماشيه بتمشي مش بالسرعه العاديه، لغايه ما تمشي من هنا توصل لهنا تقوم تعمل كده، تمشي من هنا لهنا تاخد وقت طويل قبل ما تعملي كيو ار اس، يبقى العيب في الكوندكتنج سيستم اللي بيوصل للكيو ار اس. عرفتوا بقى ازاي بيتحلل الاي سي جي؟ ها؟ حل الاي سي جي بطريقه بسيطه ولطيفه جدا، فيها لوجيك اكتر منها فيها حاجات تحفظ. انت ممكن تحفظ البي ويف ارتفاعها قد ايه؟ دايما بيقولوا ان دي نص دي ودي نص دي. دي الرابع، دي النص، دي الواحد. انا مكبرهم هنا شويه بس الشرح الديوريشن يقول لك دي بوينت 1. اسهل حاجه انك تحفظ، الحفيظه اللي بشوفكم في الطرقه فوق يا ابن امتحانات دو 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 هي دي الخيبه، يا دي الخيبه. ما ترجع تاني كتاب زي زمان يا ما ترجع ثانوي. انت ايه اللي مدخلك جامعه؟ الجامعه دي مش بتاعت الحفيظه. اه ممكن تحفظ بعض المعلومات قليله لكن ما يبقاش الاساس الحفظ. فاهم الاول؟
حاجه كده، حاجه كده تديك قدره قوه عقليه. اكلكم مثلا لطيف جدا، ليه قاعدين بتتصعبوا بيه شويه؟ لو جبت حمار باربع رجلين ودين وخدت معايا الغيط، اول يوم عرفت السكر، ثاني يوم عرفت السكر، ثالث يوم عرفت السكر، تمام؟ 10 ايام ادي احط له على ظهره حاجه مش كده؟ لو انا قست بقى من اول هنا لغايه هنا يبقى ده الوقت اللي بتاخد الكهرباء ماشيه من الاترم لغايه ما توصل للفنتريك، صح؟ لو لقيت الديوريشن من هنا لهنا دي بدل ما من هنا لهنا الكيو ار اس دي باديه هنا كيو ار اس، يبقى الديوريشن دي طويله، معناها ان الكونتاكشن في الايفي نود والايفي مامبل بطيئه شويه. الكوبري او الطريق او الجسم اللي عامله ما بين الاترا والفنتريكل عشان يوصل الفنتريكل فيه ديزيز، فبيخلي الامبلس وهي ماشيه بتمشي مش بالسرعه العاديه، لغايه ما تمشي من هنا توصل لهنا تكون تعمل كده، تمشي من هنا لهنا تاخد وقت طويل قبل ما تعملي كيو ار اس، يبقى العيب في الكوندكتنج سيستم اللي بيوصل للكيو ار اس. عرفتوا بقى ازاي بيتحلل الاي سي جي؟ ها؟ حل الاي سي جي بطريقه بسيطه ولطيفه جدا، فيها لوجيك اكتر منها فيها حاجات بتحفظ. انت ممكن تحفظ البي ويف ارتفاعها قد ايه؟ دايما بيقولوا ان دي نص دي ودي نص دي. دي الرابع، دي النص، دي الواحد. انا مكبرهم هنا شويه بس شرحا. الديوريشن يقول لك دي بوينت 1. اسهل حاجه انك تحفظ الحفيظه اللي بشوفكم في الطرقه فوق يا ابن امتحانات دو 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 دي بخيبه يا دي بخيبه. ترجع تاني كنتات زي زمان يا ما ترجع ثانوي. انت ايه اللي مدخلك جامعه؟ الجامعه دي مش بتاعت الحفيظه. اه ممكن تحفظ بعض المعلومات قليله لكن ما يبقاش الاساس الحفظ. فاهم الاول؟ حاجه كده تديك قدره قوه عقليه. اكلكم مثلا لطيف جدا، ليه قاعدين بتتصعبوا بيه شويه؟ لو جبت حمار باربع رجلين ودين خدت معايا الغيط، اول يوم عرفت السكر، ثاني يوم عرفت السكر، ثالث يوم عرفت السكر، تمام؟ 10 ايام ادي احط له على ظهره حاجه كده واخبطه يروح رايح للغيط لوحده. حفظها لان حمار بيحفظ بس. عارفين لو جه في يوم، لو جه في يوم عزميه، لو هو بيمشي في سكه وحد حفر حفره كده صغيره عشان في مش ميه هيمشيها في ثنايا صغيره ولا غيره، يقف عندها لغايه ما يجي صاحبه يقول له امشي من هنا. لان حمار ما شغلش عقله. مش كده ولا ايه؟ مستني اللي يقول له. احنا هنقول لكم انتوا في الجامعه كمان بتحفظوا بس اكبروا بقى واضح؟ يعني كده دروس الفيزيولوجي والاي سي جي والحياه. خلينا بقى ايه نخش في الموضوع عشان ما نضيعش وقتنا.